سيطرت النزعة الواقعية وتصوير الواقع على مضامين القصص التي ألقاها عدد من الأدباء ضمن اللقاء الأدبي الذي أقامته جمعية صفصاف الخابور الثقافية بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب العرب ومديرية الثقافة في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة. كانت النصوص المقدمة تشتغل على هاجس الوطن وهاجس الإنسان، قدمت نماذج مختلفة، بعضها عبر عن معاناته، بعضها عبر عن حنينه إلى الوطن، بعضها عبر عن التداعيات النفسية وآثار الأوضاع العامة التي مرت على سوريا، ولكن كل هذه الأعمال كانت تنطلق من روح إيجابية. النشاط اليوم كان عبارة عن أمسية قصصية لأربع كتاب قصة. القصص كانت متنوعة بين القصة الطويلة وبين القصة القصيرة العادية وبين القصص القصيرة جدا، بجمهور ثقافي متميز ومستمع ومتخصص لهذا الأمر. كانت القصة التي قدمتها تتحدث، يعني تعبر عن معاناة أهل الحسكة خاصة، معاناة الوطن بشكل عام وأهل الحسكة خاصة، من خلال قصة سيدة مسنة وما جرى لها في أيامها الأخيرة. أنا أردت أن أصل ببطلي إلى المكان الذي يقصده، لأعقد مقارنة بين الغربة والوطن، هل للوطن بديل؟ ثم كانت هناك محاولة من حيث الموضوع أن ألخص حياة كاملة في قصة قصيرة. اللقاء تضمن قراءات قصصية تشابهت مضامينها من خلال طرقها لمواضيع فرضتها الظروف التي يعيشها الشعب السوري نتيجة الحرب الإرهابية التي تشن عليه، لا سيما مواضيع الاغتراب الداخلي والخارجي والظروف المعيشية وتصوير مشاهدات حياتية يومية لأهالي مدينة الحسكة. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.